بغيت تربح ان شاء الله. علاش؟ برشا ديت البطوله بقات هاد الماتش هذا ماشي شي حاجه ضروريه، ما بغيت تربح ان شاء الله. شحال النتيجه؟ شحال؟ شي 3-1. 3-1 بيوتا ما نقدرش نقول لك شي ديال الله، ولكن نقول واقيلا ماركي مارسيليو وراموس بالراس. ديما راموس يماركي في هاد الماتشات ديما رجاوي مدريد. والصراحه الماتش غادي يكون، بسم الله الرحمن الرحيم، بعدا الماتش غادي يكون صعيب بزاف. علاش؟ حيت البارسا صافي حسموا الليغا الماتش الاخر، ربحوا دي بورشيفو، طاح دي بورشيفو الدوزيام سيري، البارسا دات الليغا، ولكن الريال يلاه دات الفينال ديال الشامبيونز ليغ، ربحوا الباير. دونك يعني داخلين بواحد الموتيفاسيون، داخلين بواحد الروح ايجابيه لهذا الماتش هذا. البارسا داو الليغا، راه غيبغيو ياكدوا هذا الشويش ديالهم، وغيبغيو يبينوا انهم راه خاطر تقصاو من الشامبيونز ليغ ضد روما، راه هذا كان اقصى غير بالمفاجاه. انا التوقع ديالي هو ان الريال ما غيبغيوش يخسروا عاوتاني مع البارسا عاوتاني، حيت خسروا في الالي في البرنابيو 3-0، وما كانوش في حضور ديني، كانوا يلاه جاو داو المونديالتو، جاو ما كانش واحد الحاله ايجابيه. دابا الريال كنظن ان راه تكون الروح الايجابيه، يلاه تاهلوا للفينال ديال الشامبيونز ليغ المره الثالثه على التوالي، المره 13 في التاريخ ديالهم. اذا انا كنظن ان الريال غادي يفوز، ماشي 2-1، غير سجل رونالدو غيماركي بنزيما بعد العوده ديالو، البارسا غيماركي ليهم سواريز. المقابله غادي تكون ماشي بحال ديك المقابله ديال المقابله، تكون استعراضيه. بارسا دات البطوله والريال عندها كاس عصبه الابطال، مقابله استعراضيه، والنتيجه كنظن تعادل. تمشي المقابله ما عندها شي اهميه كثير، التعادل ولا غادي يقول سيد، والاغلبيه غتكون البارسا. انا بارساوي. الماتش ديال بارسا ما نكذبش عليك، والريال ما فيش تكهنات، كيصعب التكهن في هذه اللحظات، ولكن ما نكذبش عليك هي تتبقى البارسا بداك الشيء اللي تنشوفوا عليها وداك الشيء اللي تنعرفوا عليها، انها غادي تضرب ليا الريال. تمام. انا نعطيك 3-1، 3-0. ميسي ديما ميسي، ما بقاش تسولني شكون غيماركي، البارسا ما عمرك تسولني، ميسي يا ما ماركاش غادي يحطها لك، صافي سيتو، شي حاجه اخرى ما كايناش. ما سيدي رونالدو راك عارف، هو زهر وتلاقى مع عرف الشبكه، ما تلاقاش مع عرف السما. النتيجه ما غاديش نعرفوا هنا راك. والتوقع ديالي غتكون البارسا غتبغي تحتفل مع الجمهور ديالها، حيت في تيرانا اول حاجه دات اللقب، يعني تما فين غتحتفل مع التيران ديالها. الريال راجعين الماتش ديال الشامبيونز ليغ، يعني فهمتي صعيب بزاف، الدراري كاين اللي بليسي وكاين هادي ما يكونوش كاملين ليكيب تيتولير، وراه الماتش كيف ما قلت لك راه في الاولى شكلي فهمتي، يعني بنادم غادي تكون غير فرجه وصافي. ريزلتا الكلاسيكو عمرك ما كتوقع، مره كيسالي بواحد 0، وبعد مره سالي 6-3 6-4، كل مره شحال كيسالي الكلاسيكو هذا ما كان. وضروري حاجه باينه هذا الماتش هذا، خاصو ضروري ماركي باش فهمتي، باش تكون فرحه فرحتين ديال لا ليغا وديال ضروري. ملي كيماركي على الريال هذه كتكون حاجه اخرى عاوتاني، بحال رونالدو ولا ماركي على البارسا. ريال مدريد. علاش ريال مدريد؟ خاطرش انا جزائري، راني عندكم هنا سائح في المغرب، المدرب الريال هو جزائري زين الدين زيدان معروف، وايضا بنزيما جزائري من اصل جزائري. شحال النتيجه غتكون في المقابله؟ تكون 2-0. بنزيما اللي ماركي كريستيانو وبنزيما ان شاء الله. ربح اول حاجه واخا ما تنحملهاش، واش تعطي مشي 3-0 نقيه ديال الله مزيانه اليوم. وبغيت بنزيما يضرب 3 حتى وشي واحد ما تيحملو ولا الزرق طاح ليه النيفو، بغيت بنزيما يقعد ليهم دوك 3 مرافدين ان شاء الله. شحال النتيجه غتكون؟ 3-0، قلت لك بنزيما غيضرب هاتريك ديالو. ميسي شنو غيدير؟ ميسي كي كان كيما كان في حاله بحال هذاك بالمعلم، كي كان كيما كان شحال ما غاديش يكون في الماتش هذاك ان شاء الله، وبغيت بنزيما يضربهم بثلاثة مسوقرين. انت شنو هو الانتماء ديالك؟ انا مانشستر سيتي اخويا، سيتي سيتي زنز اخويا، وامن بان الريال غادي اضربها، حيت انا عارف عارف لي كومبيتونس ديالها واللعيبات فهمتي، عارف اش غدير في الماتش، عارف انا شفت البارسا هذا العام كيفاش لعبات، شفت الريال كيفاش، عارف البارسا ما عندهاش والريال هي اللي في يدها، وشتي الشامبيونز ليغ اش دارت فيها الريال فهمتي، وكنتوقع غتربح بشي 3 اي مارك كريستيانو بنزيما راه باينه تا هو كنقدرها فهمتي. اسكو تقريبا ضروري، حيت لاعبين عندهم هم ضروري غيكون الماتش شويه قاصح، ومع البارسا غتشوف شويه متاثره بان تقصات في الشامبيونز ليغ، غتبغي دير شي حاجه في هذا الكلاسيكو واش فهمتيني، هذا ما كان اخو. وقع التعادل، حتى هذا الماتش ما عندوش شي يعني شي اهميه، لان البطوله اصلا تحسمات، وحتى الريال حتى هي لعبه على الشامبيونز ليغ، يعني البطوله صافي ضمنات راسها تشارك في الشامبيونز ليغ، كلاسه هي الثالثه ولا الرابعه، اذا الماتش ما غاديش يكون شي بحال الكلاسيكو ديال شحال هذا. شحال النتيجه غتكون؟ 2-2.
رونالدو رونالدو مارسيلو بارسا ميسي و ديمبيلي ما شبونس بنزيما غادي يسجل ان بوت رونالدو فالريال غادي يربح رونالدو بنزيما يقول واحد 2-1 وسواريز يبغى ميتر ان بوت ميسي جوبونس ما غاديش يكون راه بالو بعدا هو في لو ريال لو ماتش فايت سيري نقول 80 مينوت 80 مينوت سافا جوي صراحه جوبونس فايت دي دانيير مينوت اي لو ريال فا بروند لي 3 بوين او بارسا الريال تاع الصح اليوم يتعادلوا معهم بنفس القوه بنفس نفس الاراده شكون النتيجه؟ شكون 3-3 2-2 1-1 شكون غيماركي البيوتا؟ اما كريستيانو اما ميسي شي ان شاء الله احنا ما عندنا شنو نقولوا قول لي اما كتحب تاش كتحب بارسا بزاف بارسا ضروري